بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبطال الصف الثاني الإعدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح الأداءات الصفية والأداءات المنزلية والتقييم الأسبوعي للصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول الأسبوع الثامن، الأسبوع رقم 8. هنبدأ إن شاء الله بالأداء الصفي. الأداء الصفي مادة اللغة العربية الصف الثاني الإعدادي. المستهدف النعت للجملة. عين جملة النعت في كل من الجمل التالية واذكر موقعها الإعرابي ثم بين الرابط. حب الوطن وسام يتزين به المرء. عشان أطلع النعت هشوف كلمة نكرة وشوف الكلمة اللي بعديها، إذا كانت فعل يبقى جملة فعلية، طيب لو كلمة نكرة واسم وفيه ضمير يبقى نعت جملة اسمية. هنا الكلمة النكرة كلمة وسام، الكلمة اللي بعديه فعل يتزين به المرء، يتزين نعت ونوعه جملة فعلية، دي جملة النعت وموقعها الإعرابي هنشوف كلمة وسام. حب الوطن وسام، دي جملة اسمية، حب مبتدأ الوطن مضاف إليه، وسام خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، إذن جملة النعت في محل رفع نعت، نعت جملة فعلية في محل رفع نعت، والرابط الهاء في كلمة به. ستظل سيرة أبناء الوطن المخلصين علامة مضيئة تنير تاريخ مصر. كلمة علامة نكرة وبعدها كلمة مضيئة نكرة، كلمة مضيئة نعت نوعه مفرد، بس أنا عايز هنا نعت جملة. طيب بعد كلمة مضيئة فعل تنير، تنير هي تاريخ مصر، نعت جملة فعلية، يعني تنير تاريخ مصر نعت جملة فعلية. طيب في محل إيه؟ كلمة علامة خبر تظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إذن في محل نصب، والرابط ضمير مستتر تقديره هي تنير هي. قابلت مواطنا حب الوطن بقلبه يسري. قابلت فعل وفاعل، مواطنا مفعول به منصوب، كلمة مواطنا نكرة بعدها حب الوطن بقلبه يسري، نعت ونوعه جملة اسمية، نعت جملة اسمية في محل نصب، لأن قابلت فعل وفاعل، مواطنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، إذن في محل نصب نعت، والرابط الهاء في بقلبه. اتنين، المستهدف فهم واستنباط الفكرة الرئيسية في الفصل الثالث من كتاب كفاح شعب مصر. أجب عن الأسئلة التالية من خلال الفصل الثالث: من أين أتى الصليبيون وكيف واجههم المصريون؟ أتوا من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان في أوروبا. وكيف واجههم المصريون؟ واجههم بقوة وشجاعة وإصرار وهزموهم. ظهرت حكمة وفطنة شجرة الدر بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين، وضح ذلك، حيث أنها أخفت نبأ وفاة زوجها حتى لا تضعف عزيمة الجنود وانتظار عودة ابنه طران شاه الوريث الشرعي للحكم. كيف قهر المصريون بقيادة قطز المغول؟ كيف هزموهم؟ فاجأ قطز المغول بزحفه بجيشه خارج مصر ليقابلهم في عين جالوت، وأثناء المعارك تظاهر الجيش بالانكسار، الجيش المصري تظاهر بالانكسار والهزيمة والتراجع، فاندفع المغول نحوهم، فعاود الفارون من جيش مصر لملاقاة المغول وهزموهم هزيمة ساحقة. 3، المستهدف تحويل النعت من مفرد إلى جملة أو شبه جملة والعكس، يعني النعت المفرد هحوله الجملة أو شبه جملة. المعلم إنسان رائع بأخلاقه ورسالته. كلمة إنسان نكرة وكلمة رائع نكرة، كلمة رائع نعت مفرد، عايز أحولها لنعت جملة، ممكن أقول المعلم إنسان أخلاقه ورسالته رائعة، أو ممكن أقول المعلم إنسان بأخلاق ورسالة رائعة. شاهدت معلما مسرورا، معلما نكرة ومسرورا نكرة، مسرورا نعت ونوعه مفرد. طيب عايز احولها لجملة، شاهدت معلما في سرور، حولته لشبه جملة. سلمت على معلم يتفانى في عمله، معلم نكرة وبعدها يتفانى نعت نوع جملة فعلية، هحولها المفرد، سلمت على معلم متفان في عمله. هؤلاء معلمون مخلصون في العمل، معلمون نكرة ومخلصون نكرة، نعت كلمة مخلصون ونوع مفرد، عايز احولها الجملة هغيرها خليها فعل مضارع، هؤلاء معلمون يخلصون في عملهم او في العمل.
ظل الطلاب المهذبون طلابا ينالون حب المعلم. النكر كلمة طلابا، النعت ينالون نوع جملة فعلية، عايز أحولها المفرد. ظل الطلاب المهذبون نائلي حب المعلم. شاهدت طالبا في سعادة لاحتفاء المعلم به. طالبا نكرة وبعدها شبه جملة في سعادة، نعت ونوع شبه جملة، أحول المفرد. شاهدت طالبا سعيدا لاحتفاء المعلم به. كرم المدير طالبين مجتهدين، طالبين نكرة ومجتهدين أيضا نكرة. كلمة مجتهدين نعت مفرد منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. هحول الجملة، كرم المدير طالبين يجتهدان، نوع جملة فعلية. زار المدرسة طالبات متخرجات العام الماضي، طالبات نكرة ومتخرجات نكرة. نعت كلمة متخرجات نعت في محل نصب لأن كلمة طالبات منصوبة، عايز أحولها الجملة هخلي كلمة متخرجات فعل، ولكن هخليها فعل ماضي مش فعل مضارع. زار المدرسة طالبات تخرجنا العام الماضي، تخرجنا عشان تناسب العام الماضي. أربعة، المستهدف النعت المفرد. أجب عن كل جملة بما هو مطلوب أمامها في المجموعة ألف، وبين الموقع الإعرابي لكل جملة نعت في المجموعة باء. قرأت كتابا، المطلوب ضع مكان النقط نعتا جملة اسمية، المطلوب أننا هكتب نعت جملة اسمية واذكر موقعها الإعرابي. قرأت كتابا صفحاته كثيرة، قرأت كتابا موضوعاته مفيدة، قرأت كتابا فكره واضحة. أي جملة، أي جملة اسمية فيها ضمير يعود على الكتاب. قرأت كتابا، كتابا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يبقى جملة النعت في محل نصب. في الوطن أمهات نقط الأبناء، ضع مكان النقط نعتا جملة فعلية. ممكن أمهات ينصحن الأبناء أو يربين الأبناء، وحدد العائد طبعا نون النسوة عائد على الأمهات. سلم المدير على طالبين، ضع مكان النقط نعتا وبين الرابط، طالبين يجتهدان، الرابط هنا ألف الاثنين. سبحت في بحار، ضع مكان النقط نعتا جملة اسمية، في بحار عمقها كبير، والرابط هنا طبعا الهاء. باء، صاحبوا في حياتكم أصدقاء يتصفون بالخير، صاحبوا فعل وفاعل، في حياتكم جر ومجرور، أصدقاء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والنعت يتصفون بالخير نوع جملة فعلية في محل نصب نعت لأن كلمة أصدقاء مفعول به. في وطننا الحبيب مصر نماذج فكرها رائعة، طبعا هذه الجملة بدأت بشبه الجملة، كلمة نماذج مبتدأ مؤخر. في وطننا الحبيب مصر هي نماذج، نماذج هنا مبتدأ مؤخر. فكرها رائعة نعت ونوع جملة اسمية. طيب نماذج مرفوعة يبقى في محل رفع. سيظل الوطن وطنا يسكن القلوب، كلمة وطنا نكرة، يسكن القلوب نعت ونوع جملة فعلية، وطنا خبر يظل إذن في محل نصب. فتشوا عن فقراء يحتاجون المساعدة، كلمة فقراء نكرة، يحتاجون المساعدة نعت ونوع جملة فعلية، وكلمة فقراء اسم مجرور إذن في محل جر نعت. خمسة، المستهدف كتابة الدعوة. الاستراتيجية العمل الفردي، اكتب رسالة توجهها إلى زميلك تحثه فيها على القراءة. الرسالة هكتب في البداية زميلي العزيز أو صديقي العزيز، تحية طيبة وبعد. أبعث إليك هذه الرسالة لأوضح لك قيمة القراءة، فالقراءة لها فوائد عديدة، فهي تنمي العقل وتزيد الفكر والمعلومات، فاحرص عليها. وأكتب جملة الخاتمة، أتمنى لك التوفيق، تحريرا في يوم، وسيب اليوم والشهر، واكتب صديقك المخلص. انتهينا من الأداءات الصفية، ننتقل إلى الأداءات المنزلية. الأداء المنزلي، من خلال كتاب كفاح شعب مصر، بين من الفصل الثالث ما يدل على نبل وشهامة صلاح الدين. عندما جاءت إليه امرأة مسيحية فقدت ابنها أثناء المعارك، رق لها وطلب الجنود بالبحث عن ابنها وسلمه لها وقال لها نحن لا نحارب النبل والإنسانية. بين سوء تقدير المغول للشعب المصري.
طبعا انخدعوا بتظاهر المصريين بالانكسار والهزيمة والفرار، فاندفعوا نحوهم، فعاود المصريون بقتالهم فهزموهم هزيمة ساحقة. كبرياء الخليفة العباسي أنه رد على رسالة هولاكو باعتزاز وكبرياء أنه لا يخشاه ومستعد لقتاله. اكتب فقرة من 50 كلمة تلقيها في الإذاعة المدرسية عن تحقيق السلام العالمي. ممكن نكتب إن منع الصراعات وحفظ السلام ونزع السلاح هي أدوات أساسية تستخدمها الأمم المتحدة لتعزيز السلام الدائم في جميع أنحاء العالم، وهذه بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. رقم 1، دعم عمليات السلام الرسمية. رقم 2، تعزيز الديمقراطية والسياسة الشاملة. 3، جمع المعلومات المختلفة لبناء الثقة وتعزيز المصالحة. 3، اذكر النعت الجملة او شبه الجملة والموقع الاعرابي في كل جملة مما يأتي. 1، جنة الخلد يوم القيامة جنة نعمها عظيمة، كلمة جنة. 2، بعدها جملة النعت اللي هي نوعها جملة اسمية، نعمها عظيمة، جملة النعت نعمها عظيمة. طيب موقعها الاعرابي، كلمة جنة هنا خبر والخبر مرفوع، اذا في محل رفع. ظن الطالب العلم نورا يمشي، الكلمة النكرة كلمة نورا بعدها فعل، يبقى جملة النعت هنا يمشي ونوعها جملة فعلية، محلها الإعرابي طبعا ظن تنصب مفعولين، نورا مفعول به منصوب، يبقى جملة النعت في محل نصب. 3، أقبل رجل في تواضع، كلمة رجل نكرة بعدها في تواضع نعت ونوعه شبه جملة، جملة النعت في تواضع ونوعه شبه جملة، طبعا رجل فاعل والفاعل مرفوع، إذن في محل رفع. قم مع مجموعتك بعمل ملصقة تعليمية تعرف النعت الجملة وشبه الجملة. ممكن نكتب نعت الجملة ينقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. لابد أن يشتمل نعت الجملة الاسمية على ضمير يعود على المنعوت، ولابد أن يكون المنعوت نكرة. نعت شبه الجملة ينقسم إلى قسمين، ظرف أو جار ومجرور، ولا بد أن يكون المنعوت نكرة وأن يوافقه في المحل الإعرابي. 5، اكتب رسالة لمعلمك تشكره فيها على ما يقدمه لك من جهد وعلم. معلم الفاضل، بعد التحية أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير على ما قدمته لنا من علم وجهد ونصائح، فقد كنت وما زلت أبي الثاني وقدوتي في الحياة. أتمنى لك مزيدا من الصحة والعافية، تحريرا في يوم، أسيب اليوم والشهر، تلميذك المخلص. انتهينا من الأداء المنزلي، ننتقل إلى التقييم الأسبوعي. التقييم الأسبوعي في مادة اللغة العربية. وبينما كان الجيش الصليبي يستعد للزحف على المنصورة، توفي الملك الصالح ملك البلاد، فعظم الخطب على زوجته شجرة الضر في هذا الوقت العصيب، وكتمت نبأ يؤلم النفس. رقم 1، أعرب ما تحته خط. الصليبي، هبص على الكلمة اللي قبليها، كان الجيش الصليبي، الجيش اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، كان الجيش الصليبي، الصليبي معرفة وكلمة الجيش معرفة، يبقى كلمة الصليبي نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. الكلمة الثانية كلمة الخطب، فعظم الخطب، كلمة الخطب قبلها فعل، إذن هي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. استخرج من الفقرة السابقة نعتا جملة وبين موقعه الإعرابي. نعتا جملة هبحث عن كلمة نكرة وأشوف كلمة بعدها فعل، زي كلمة مثلا وكتمت نبأ، نبأ كلمة نكرة وبعديها جملة فعلية يؤلم النفس، إذا نعت الجملة يؤلم النفس. كتمت هي نبأ، نبأ مفعول به، إذا في محل نصب نعت. 3، كتمان شجرة الضر نبأ وفاة زوجها يدل على الخيانة والجبن، ولا الخوف والخسة، ولا الفطنة والحكمة، ولا الصدمة والمفاجأة، طبعا الفطنة والحكمة. 4، علامة يدل مواجهة المصريين للصليبيين باستبسال، باستبسال يعني بشجاعة، يدل على شجاعة المصريين وتمسكهم بأرضهم والدفاع عنها والتضحية من أجلها بكل غال ونفيس.
الإملاء هنتملاها في الآخر. نموذج ب: واحتشد الجيشان كل في مواجهة الآخر، وقرعت الطبول، ونفخت الأبواق، وكتب لقرية عنجلوت أن تشهد صراعا لا يحدد مصير مصر وحدها، بل مصير العالم المتمدين كله. أعرب ما تحته خط. كلمة الطبول هنبص قبليها، وقرعت فعل مبني المجهول، إذن الطبول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ونفخت الأبواق، أيضا كلمة الأبواق نائب فاعل، لأن كلمة نفخت مبني المجهول. الكلمة الثانية المتمدين، بل مصير العالم المتمدين. المتمدين كلمة معرفة، وقبلها كلمة معرفة، إذن هي نعت. طيب نعت إيه؟ كلمة مصير نكرة، والعالم معرفة، العالم مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة. المتمدين نعت مجرور وعلامة جره الكسر أيضا. اثنين، استخرج من الفقرة السابقة نعتا جملة وبين موقعه الإعرابي. نعتا جملة هنبحث عن كلمة نكرة. أن تشهد صراعا، صراعا كلمة نكرة، والجملة التي بعدها لا يحدد مصير مصر وحدها، نعت ونوع جملة فعلية في محل نصب، لأن كلمة صراعا منصوبة، تشهد هي صراعا. ثلاثة، قرع الطبول ونفخ الأبواق يدل على الفرحة والبهجة، ولا الاستعداد والتشجيع، ولا الإحجام والامتناع، ولا التفاخر والتباهي. طبعا الاستعداد، دائما في بداية الحرب كانوا يقرعوا الطبول وينفخوا الأبواق، الاستعداد والتشجيع. أربعة، علامة يدل حسن معاملة صلاح الدين لأسرى الأعداء، يدل على حسن أخلاقه وشهامته وكرمه في المعاملة. النموذج جيم، واقتربت جيوش المغول من مصرنا الحبيبة لتدق أبوابها دقا عنيفا في غير رحمة ولا شفقة، جاءوا إلينا وفي اعتقادهم أن مصر ستستسلم لهم كما سلمت غيرهم من البلدان. أعرب ما تحته خط. الكلمة الأولى كلمة الحبيبة، هنبص قبليها من مصرنا الحبيبة. كلمة الحبيبة طبعا قبلها كلمة مصر معرفة، كلمة مصر عالم أصلا معرفة، وفيها ضمير معرفة ومعرفة نعت. كلمة الحبيبة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. الكلمة الثانية دقا، هنرجع لتدق أبوابها دقا. كلمة دقا اسم مشتق من لفظ الفعل تدق، إذن هو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اتنين، استخرج من الفقرة السابقة نعتا شبه جملة وبين موقعه الإعرابي. هنبحث عن كلمة نكرة. كلمة عنيفا نكرة، وبعدها في غير رحمة ولا شفقة، نعت ونوع شبه جملة، وطبعا في محل نصب. تلاتة، الفقرة السابقة تؤكد التفكير الراجح، ولا الرأي الصائب، ولا سوء التقدير، ولا براعة المصريين. طبعا ده سوء تقدير من جيوش المغول، يبقى نختار سوء التقدير. أربعة، علامة يدل تتابع الغزاة على مصر، يدل على أن مصر بها كثير من الخيرات وثرواتها كثيرة، وطمعا في موقعها المتميز. الإملاء، الفقرة الأولى مصر الحبيبة وطن لكل المصريين، فمصر وطن نحيا تحت سمائه ونشرب ماءه، فلنحافظ على وطننا حتى تظل رايته خفاقة براقة. الفقرة الثانية أرض الكنانة ملك للجميع، على أرضها نشأنا وفوق ترابها عشنا، نعتز بانتمائنا إليها ونفخر بحرصنا عليها، فمصر في الأفئدة والقلوب. الفقرة الثالثة يتآزر المصريون من أجل رفعة وطنهم، فتكاتفوا من أجلها وتفاءلوا بما هو قادم، فمصر محفوظة من قبل ربها ومصونة من أعدائها. بكنا إن شاء الله قد انتهينا من الأداءات الصفية والمنزلية والتقييم الأسبوعي، وانتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.